بنتي يا سوس بتعملي ايه بالبدله بتاعتي؟ لا انا هروح على اهلك يا فرحه في بلاد ماما عشان ما تتكرمش. طيب ماشي يا سوس، وطفي النور وراكي عشان عايزه انام. انت مواليد، عايزين نشتري حاجه حلوه. عايزين تشتروا حاجه حلوه؟ ماشي، معاكم 6 جنيه. ماشي يا حبايبنا، وشوفوا عايزين ايه على ما اجيب حاجه من جوه واجي. ثبتوا بنفسك المكان كله. ما حصل، انت ما بتنفعش ايدك ليه؟ انتوا بتسرقوا، انا هفشلكوا وانتوا بتسرقوا يا حرامية. ما عملناش حاجه. ده انتوا كلام. واقول لك 100 مره ما تعمليش حاجه. معلش يا ام وليد، فين ام وليد؟ معلش يا ام وليد، حقك عليا، مش هتعمل كده تاني. خلاص يلا يا سوس، يلا يا سوس، يلا. انا مش هسيب، خلاص هعدمكم. الحمد لله، الحمد لله، ابوها جخانها وريحنا منها، دي بين عليها مجنونه. طيب يا سوس ما وريتك، يلا يا حبايبي نقوا، يلا شوفوا عايزين ايه. اخدنا التلاته دول يا كابتن. ماشي يا حبيبي، خد يا كريم، خد يا يحيى، خد يا هنادى. ألف الحمد لك يا رب والشكر لك. ونحب نرحب بأصحابنا اللي بيستنونا كل جمعة لما نروح عند تيتا علشان يتصوروا معانا. ونرحب بكريم وندى ويحيى، ولاد خالتي، ودي تيتا حبيبتي. ويارب الفيديو يكون عجبكم يا أصحابي يا حلوين. ما تنسوش اللايك والاشتراك يا حبايبي. مع السلامة.